أسعد الله مساكم بكل خير، ويا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من ديرتنا. هذا البرنامج اللي عودناكم فيه دائما على جولات متنوعة في مختلف مناطق مملكتنا الغالية، فأهلا بكم في ديرتنا. أمر عزومك شفنا وش صارت نيوم، عقب ما هي حل وقع بالفعل، من عيالك يا وطن طلت النجوم، عاشقينك يا وطن منذ الأزل، من عيالك يا وطن طلت النجوم، النجوم عاشقينك يا وطن منذ الأزل، عانقي مجدك البداية دائما مع أبرز أخبار ديرتنا لليوم. وفي خبرنا الأول، وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم مذكرة تعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث، وذلك في مقر ديوان المؤسسة بالرياض. وتهدف هذه الشراكة إلى إيجاد تعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمعهد الملكي للفنون التقليدية في تنفيذ عدد من المبادرات المشتركة في مجال تنمية القدرات البشرية الوطنية من خلال بناء وتطوير البرامج التدريبية في مجال الفنون التقليدية ومشاركة المصادر والدراسات وإجراء البحوث المشتركة، وكذلك التعاون لوضع الأطر والمعايير وشروط ممارسة المهن وغيرها من المجالات ذات العلاقة بتطوير قطاع الفنون التقليدية. وفي خبرنا الثاني، احتفت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة باليوم العالمي للتصوير بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي الصواط ومدير الجمعية خميس البيضاني وجمع من المصورين والفنانين والإعلاميين. ونوه مشرف قسم التصوير الضوئي بالجمعية يحيى آل يحيى بأن الاحتفال الذي شارك فيه أكثر من 50 مصورا تضمن معرضا تعريفيا بمعدات التصوير، وركن لتصوير الماكرو، وركن لتصوير المنتجات، وركن لتصوير البورتريه. وأشار بأن الاحتفال بالأيام العالمية للفنون على مدار العام أصبح هدفا رئيسا للجمعية لمشاركة العالم ونقل التجارب وتبادل الخبرات ودعم الموهوبين وإقامة معارض لإبراز المشاركات من أبناء وبناء المنطقة.
ناقشت المبادرة الوطنية المشتركة لتعزيز الابتكار الرقمي التي تستكمل اليوم يومها الثاني تحت شعار FNTech جلسة حوارية بعنوان تقنية الفعاليات فرص وتحديات بتنظيم من المركز الوطني للفعاليات بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال الرقمية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت وذلك بمركز ريادة الأعمال الرقمي الرئيسي بمدينة الرياض. إلى منطقة عسير حيث تقيم جمعية الثقافة والفنون عددا من الفعاليات الخاصة بهذا الموسم، تفاصيل أكثر راح تكون حاضرة مع زميلنا محمد الأحمري من هناك. محمد مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم وحاب تطلع السادة المشاهدين عليها؟ يسعد أوقاتك محمد، مساء الخير لكل مشاهدين قناة السعودية. الموسم ينتهي والإجازة تنتهي وجمال مدينة أبها لا ينتهي يا محمد، مع جمال الأجواء اللي تعيشها مدينة أبها في هذا التوقيت الآن ما شاء الله، مع الضباب ومعانقة السحاب في هذا التوقيت. درجة الحرارة الآن تقريبا هي 19 درجة مئوية في مدينة أبها، أجواء جميلة. طبعا لا زال هناك عدد كبير من زوار منطقة عسير يقضون أجمل الأوقات في عدد من المواقع السياحية والتراثية والتاريخية، سواء في مدينة أبها أو في منطقة عسير بشكل عام. اليوم يا محمد تغطيتنا لفعاليات مميزة وجميلة قدمتها جمعية الثقافة والفنون بمدينة أبها، كان آخرها اليوم العالمي للفوتوغرافيين، بالإضافة إلى عدد من البرامج اللي تختص بهذا الموسم المميز. حابين نتكلم عن هذه الجهود، ويسعدنا نرحب بالأستاذ زيد الزيد. رحب فيك أستاذ زيد، والله مع الأجواء الزينة ما شاء الله تبارك الله، والله جابك وسعيدين بتواجدك معنا على شاشة. الله يسعدكم وتشرف والله بظهور معكم. الأمانة أجواء جدا جميلة، أجواء ساحرة، أجواء مميزة في مدينة أبها البهية. اكتملت والله بتفاعل الحضور والزوار والسياح اللي أسعدونا الصراحة وأثلجوا صدورنا. زي ما انت شايف احنا اليوم طالعين نبغى نظهر بخلفية يعني في كادر جميل، لكن الضباب كان له رأي آخر في انه يزين المشهد بصورة جمالية أكبر. سعيد فيكم والله يطول عمرك حبيبي. اليوم أستاذ زيد، يعني جمعية الثقافة والفنون لها جهود يعني مميزة في مدينة أبها، كلمنا عن البرامج اللي قدمت ولا زالت تقدم إلى الآن ضمن هذا الموسم. الحقيقة احنا عندنا فعالية صيف الفوتوغرافيين، وهي واحدة من الفعاليات المميزة في موسمها الرابع على التوالي. قدمنا فيها مجموعة من الورش والرحلات والبرامج اللي استهدفنا فيها المصورين الفوتوغرافيين بكافة فئاتهم. البرنامج كان لاقى قبول جدا مميز وتفاعل أكثر من رائع صراحة من الفوتوغرافيين الهواء أو المحترفين، وللأمانة يعني كان البرنامج واحد من أمتع البرامج اللي قد يعني تفاعلنا معها أو شاركنا فيها ونظمناها في الفترة السابقة. كانت عندنا رحلة جدا مميزة في أحد الوجهات الرائعة في مدينة أبها، متنوعة التضاريس ما بين الوادي والجبل والمناطق الخضراء، ظهروا فيها أو طلعوا منها المصورين بمجموعة من الصور الفوتوغرافية المميزة اللي فعلا كانت يعني تثبت مدى حرفيتهم وتمكنهم من التعامل مع الكاميرا. صار بعد كذا عندنا مجموعة من الورش التدريبية اللي قدمناها في فعالية نفس، كانت جدا مميزة للأمانة، كانت في أحضان الطبيعة، ورشة تقدم تحت ظل شجرة، ولقاء آخر يقدم لتصوير الطبيعة على شفا جبل. فهذه كانت يعني مجموعة من الورش اللي قدمناها. كذلك كان عندنا لقاء لإدارة الأعمال الفوتوغرافية، قدموه الفوتوغرافيين تغريد الجابري، وأيضا الفوتوغرافي سعد المداوي قدم ورشة تصوير الطبيعة. أيضا كان لدينا
برنامج جدا رائع واغتنمنا فيه الفرصة، حيث أنه صادف مساء البارحة البدر العملاق واليوم العالمي للتصوير. وفي هذه اللحظات أنا أيضا يعني أوجه رسالة لكل المصورين ونقول لهم كل عام وأنتم بخير وعدساتكم تنثر الإبداع والشغف والمتعة وتنقل الجمال لكل من يشاهد صوركم. جميل أستاذ زيد، خليني أسألك عن من اللي كان مستهدف من هذه البرامج ما شاء الله وهذه الفعاليات اللي قدمت وهذه الورش، خلنا نقول غير الفوتوغرافيين؟ طبعا كان عندنا في المقام الأول فوتوغرافيين، أيضا كان في شرائح المجتمع الناس اللي لهم رغبة أو لهم ميول في أنهم يظهرون أو يبرزون أعمالهم الفنية، الحابين برضو أنهم يظهرون بمجموعة من يتعلمون بعض مهارات التصوير، أيضا ذوي الإعاقة كان لهم حضور ملفت ومميز، وأيضا حتى صغار السن كانت لهم برامج مخصصة. شكرا لك أستاذ زيد وسعدنا بتواجدكم. يعطيكم ألف عافية، تشرفت فيكم، الله يعطيكم العافية. يعطيك العافية. إذن محمد، هذه الصورة من الحزام الدائري في مدينة أبها، نستمتع بالأجواء يا محمد، والصورة اللي أنت تشاهدها الآن خلفي مع بداية لهطول الأمطار على مدينة أبها، أعود لكم بالصوت والصورة، تفضل. يعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا لك، شكرا أيضا لضيفك الكريم، شكرا جزيلا، فعلا فعاليات وأجواء جميلة في أبها. احنا مستمرين معكم في ديرتنا لكن بعد هذا الفاصل القصير. نظمت نماء المنورة ملتقى دور حاضنات ومسرعات الأعمال في دعم منظومة ريادة الأعمال، واللي يهدف إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال كذلك وتشجيع التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين. تفاصيل أكثر حول هذا الملتقى مع زميلنا سعد السناني من هناك. سعد، مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك وحاب تظهرها للسادة المشاهدين؟ سكر بالنور محمد وكافة مشاهدي القناة السعودية. طبعا نماء المنورة تقدم حقيقة العديد من المبادرات التي تهتم بالشباب والفتيات في منطقة المدينة المنورة، وتقدم لهم حقيقة العديد من البرامج التي تهتم في الريادة وتدعمهم من خلال مشاريعهم الريادية. طبعا اليوم من خلال نماء الريادة قدمت هذا الملتقى، ملتقى دور ريادة أو ملتقى دور حاضنات مسرعات الأعمال في دعم رواد الأعمال. اليوم نشاهد هذا الملتقى حقيقة العديد من البرامج والعديد من الجلسات والورش التي قدمت في هذا الملتقى. نبغى نتحدث عن هذا الملتقى أكثر، يسعدنا أن ينضم معنا الأستاذ محمد فوزان الحجيلي وهو مدير التواصل المؤسسي في نماء المنورة. حدثنا أستاذ محمد عن دور نماء المنورة في رعاية الشباب والفتيات. حياكم الله أستاذ سعد، السادة المشاهدين. نماء المنورة لديها العديد من البرامج التي تدعم وتثري الاقتصاد الإبداعي في منطقة المدينة المنورة في مشاريعها، وأيضا ندعم تجربة الزائر لمنطقة المدينة المنورة من خلال مشاريعنا، وأيضا دعم الناتج المحلي في العديد من المجالات الحرفي الثقافي والريادي. واليوم إحنا اليوم أستاذ سعد والسادة المشاهدين في أحد مشاريع النماء المنورة اللي هو نماء الريادة. اليوم لو تحدثنا عن هذا الملتقى، ملتقى دور حاضنات ومسرعات الأعمال في دعم منظومة رواد الأعمال، حدثنا عن هذا الملتقى بشكل عام. نعم، الملتقى هو الحقيقة كان لتسليط الضوء على دور حاضنات ومسرعات الأعمال وتشجيع رواد الأعمال من خلال إيصال المستثمرين برواد الأعمال، وأيضا عرض التجارب الناجحة لرواد الأعمال السابقين. أكيد أنه في هذا الملتقى أقيمت حقيقة العديد من الجلسات الحوارية التي تهتم في الشباب والفتيات، حدثنا عن هذه الجلسات بشكل خاص. صحيح، كانت أول شيء كان صاحب الملتقى جلستين، هي كانت الجلسة الحوارية الأولى كانت عن
دور حاضنات ومسرعات الأعمال في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال. الجلسة الثانية كانت عن رحلة رائد الأعمال داخل الحاضنات ومسرعات الأعمال، وعلى ضوء الملتقى أيضا كان هنالك توقيع اتفاقية بين نماء المنورة ممثلة بنماء الريادة مع بنك الرياض لدعم التمويل في ريادة الأعمال منطقة المدينة المنورة. أكيد دائما يعني المشاهد يعني عبارة نماء الريادة، يعني ما هي نماء الريادة وما دورها في تقديم هذا الدعم للشباب؟ ممتاز. نماء الريادة هي منظومة متكاملة أنشأتها نماء المنورة لدعم وتمكين رواد الأعمال من خلال برامجها التمويل ومساحات العمل وأيضا التوعية بثقافة ريادة الأعمال في منطقة المدينة المنورة. من خلال هذا الملتقى حقيقة شاركوا العديد من الشباب والفتيات في هذا الملتقى، دعنا نتحدث عن انطباعات المشاركين في هذا الملتقى. والله الحمد لله كان الملتقى لقى أصداء حقيقة جدا ممتازة، وكان الانطباع جدا إيجابي، وإحنا طموحنا في نماء الريادة دائما أن احنا نثري هذه اللقاءات ونقيم العديد من اللقاءات والملتقيات لتثري ريادة الأعمال، منظومة ريادة الأعمال في منطقة المدينة المنورة. أستاذ محمد فوزان الحجيلي، وأنت مدير الاتصال المؤسسي في نماء المنور، شكرا لكم. شكرا لكم أستاذ سعد، ما قصرتم. إذن محمد، حقيقة هذه الأعمال التي تقدمها نماء المنورة في خدمة الشباب وخدمة الفتيات لتقديم هذا الدعم وأيضا لتسهيل لهم هذه المشاريع وتقديم الاستشارات وتقديم الدعم لهم من خلال هذه المشاريع ومن خلال هذه البرامج التي تقدم هنا في نماء الريادة في المدينة المنورة، هذا كل ما لدي محمد، أعود إليك. شكرا سعد، يعطيك العافية. شكرا أيضا لضيفك الكريم. مزرعة بر الوالدين في بلجرشي تفتح أبوابها للزوار بمحاصيلها مجانا، وأجرها يصل لروح والد ووالدة الرجل البار عبد الله المداني. قصة بر الوالدين وتنشيط السياحة في بلجرشي في التقرير التالي، واللي يعد لنا زميلنا منصور الجمعة، نشاهد ومن ثم نعود. النموذج الفريد جذب انظار سكان منطقه الباحه، المواطن عبد الله المداني الذي اوقف مزرعتهم كامله صدقه عن والديه. عبد الله فتح ابواب مزرعته للزوار ودعاهم للاستمتاع بوقتهم ومشاهده ما فيها من خيرات وقطف المحاصيل بلا مقابل. انا في منطقه الباحه في محافظه بلجرشي، مزرعه الوالدين في قريه المدان، ورثت الارض هذه اللي احنا فيها الان عن الوالد. الوالد توفى قبل 60 عام، وكان عمري لما توفى الوالد كان عمري 7 سنوات، والوالدة توفت قدام الجزء التحتاني هو حق الوالدة، فأنا توفت الوالدة وأنا عمري 4 سنوات، وسافرت جدة، وكان يعني كانت أيام بساطة، فرزقنا الله والحمد لله. فجيت هنا في عام 1442 في أيام كورونا، أيام كان فيها حجر صحي. في يوم من الأيام كنت يعني جالس، خطرت في بالي، تخيلت الوالد وتخيلت الأرض اللي أنا فيها إنها ما هي لي وإنها الوالد، فأوقفتها من وقتها، يعني تخيلت فوقفت الأرض للوالد. فكان الوالدة ما ذكرتها، فاضطريت دورت بحثت إن أحصلت الأرض الثانية واشتريتها 3500 ووقفتها للوالدة، فصارت وقف الوالدين، وقف الوالد هذا والوقف الوالدة اللي هي تحت. هذا أخوك كمان ما شاء الله شكرا، يعني محصل فيه. هذا هنا الليمون اللي هو الليمون المزهير. أخ عبدالله المداني جزاه الله خير، عمل هذه المزرعة لأمه وأبيه، وأوقفها على كل من يأتي إلى هذه المزرعة، صغير كبير، غني فقير، ضعيف قوي، رجل امرأة، يأتون إلى هذه المزرعة ويأخذون من ثمارها بالمجان ويرتاحون فيها ويأكلون ويشربون ويتمتعون وهم مبتسمون. الدخول والخروج والأكل والشرب وما يؤخذ منها فهي لله وللشعب وللسعودية كلها ولكل مسلم. ما هي أنا، اللهم أني أنا مستقبل، يعني أخدم اللي هنا. أنا وقفت تجارتي معدة في الدنيا الشهرين اللي هي حقت الصيف، وابتديت تجارتي في الآخرة في عمل أني أنتظر هنا شهرين أقعد خدمة الزوار والمستضيفين والناس اللي يبغوا يزورون. إيش ناقصنا؟ أمن وأمان وراحة وبين أهله وفي بلده وفي دولته. والله إحنا في نعمة وفي خير.
قصة يحتذى بها وعلامة يقتدى بها في مجال التطوع، حيث قدم عبد الله نموذجا فريدا للمجتمع عن بر الوالدين من خلال فتح أبواب مزرعته للزوار والسياح في المنطقة بلا مقابل. للقناة السعودية منصور الجمعة، منطقة الباحة. مستمرين معكم في ديرتنا لكن بعد هذا الفاصل القصير. في عدسة ديرتنا نتابع لقطات من وسط مدينة الباحة بعدسة المصور خميس العويفي. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم، غدا موعد جديد في ديرتنا، في أمان الله.